أيوة، بابا جاي النهاردة. هاي حبيبتي. بابا، يلا نروح نعمل مغامرة. الأب هنا؟ ده معناه إن زوج الأم يقدر يعمل اللي هو عايزه. البالونات هي الأسوأ. البالونة بتاعتي. باي باي. سريري. أوبس، في حاجات لازم أعملها. حبيبتي، إيه اللي حصل؟ زوج ماما الشرير فرقع كل البالونات بتاعتي وكسر سريري. ما تتضايقيش، أنا عارف طريقة كويسة. بالونة وشنمو. إيه ده؟ سرير من البالونة. واو، أنا عايزة ألعب بيه. المنطاد الهوائي بيطير فوق الجبال والبحيرات. أهو، وآخر واحدة. استني، أنا اتأخرت جدا، محتاجين ننظف هنا. جاتلي فكرة، أنا محتاج يونيفورم للبناء والمساعد بتاعي حفار صغير. شكرا يا صديقي. وقت الفطار. حبوب المفضلة عندي. لذيذ جدا. ايه؟ راحت فين الترابيزة؟ الترابيزة دي هتكون هيكل رائع للسرير. كل اللي لازم اعمله هو اختيار الالواح للبناء. وايدين زيادة مش هتضر. لازم نبتدي. جوزي مستنية. شكرا يا مساعد. انا عطشان قوي. متشكر جدا. خلصت. اللي بعده الترابيزة. مش محتاجين الرجلين دي. ركز. دي كانت معركة كويسة من ناحيتك. دلوقتي وقت القضبان المعدنية. خدوا أماكنكم. أكيد في حاجة مفيدة في المطبخ. أنا عارف، الأنابيب. طويلة جدا. أخيرا. دول المفروض يكونوا كفاية. وأنا عطشان. فين المية؟ أنا كويس، شكرا. أنا هنا. وعد إن أنا استخدم السيف. اقطعه يا صديقي. أوه أيوة، كده بقى مناسب. مش عارف أشكرك إزاي. بعد كده هنستخدم سرعة فائقة. فيو، الباسكت جاهز. كل اللي محتاج أعمله ألونه بالدرجة المناسبة. طلع رائع. إيه رأيك فيه؟ يا شباب، تحبوا تشوفوا صورة إيه على الحيطة؟ قولولنا في التعليقات. أعتقد إن البالونات هتكون مناسبة جدا. بادابينج، خلصت. واو، رائع، متشكر جدا. طيب أنا لازم أمشي. منطاد هوائي، ده واضح. أنا كنت هنسى. الدولاب مليان حاجات مفيدة. أوه، أنا ساذج قوي. واو، حظي حلو. كل اللي محتاج أعمله البالونة. آسف، أنا محتاج الستارة دي. أوه، في بطريق بيطير. أنا هاخد المفرش كمان. شكرا. دلوقتي أنا ممكن بسرعة أخيط القماش الأبيض والبينك مع بعض. خلاص، مش معقول، أنا خيطته في الشيرت. البالون ده حلم اتحقق. أنا عندي فكرة. اعطس. هاي بقى عندنا مخدات. دلوقتي الغطا. نفعل. ومخدة كمان. ده بالظبط اللي كان ناقصني. شكرا. ايه؟ المخدات مناسبة جدا. دلوقتي بقت ناعمة ومريحة. المخدة دي هتستخبى في شنطة. أنثوني، أنت أخدت المخدات بتاعتي؟ أكيد لأ، أنا متلخبط جدا. فيهو، كنت هتكشف. أنا محتاج لمبة.
إيه اللي بيحصل هنا؟ والبالون نورت. هاي أنا بحب الشاور السخن. في حاجة أفضل من كده؟ تي شيرت لونه مثالي جدا، كمان ستريتش. أنا هضيف سحاب قطن. دلوقتي بقى كأن المنطاد بيطير من على الأرض. أنت ما شفتش التي شيرت بتاعتي؟ لا، الحاجات بتاعتي كل شوية بتختفي. ما فيش حد. وقت إن أنفذ الخطة الشريرة بتاعتي. واو، إيه اللي بيحصل؟ مغناطيس؟ أنا أستحق غزل البنات ده. أوبس، وقت إن نمشي من هنا. غزل البنات شبه السحاب جدا. دلوقتي المنطاد بيطير على سحاب حلو. طير يا بالون. جوزي بصي عملتلك ايه، السرير بتاعك بقى على شكل منطاد هوائي. بابا انا مبسوطه قوي. شكرا. العفو يا حبيبتي. ايه رايك في شويه فشار؟ مش ممكن اقول لا للفشار. حاسس ان احنا بنطير وسط السحاب. انا عندي مفاجاه تانيه ليكي. مفاجاه؟ كل سنة وانتي طيبة. ايه المناسبة؟ نانسي، جبتي هدية لأختك؟ أنا نسيت خالص. ممكن أجيب ايه؟ ولا حاجة ممكن تنفع. أيوه، تذكرة ملاهي مائية. كل سنة وانتي طيبة يا أختي. هيي، لأ، الملاهي المائية مقفولة علشان التجديدات. ما تزعليش جوزي. بسرعة، إحنا هنتأخر. خليكي كويسة، استمتعي في كلاس. جوزي متضايقة. عندي فكرة، أنا هعمل ملاهي مائية في البيت. جولي هاي، بتحبي الملاهي المائية؟ روكسي تعالي البيت بتاعي دلوقتي. جوزي ده أنتي؟ ده عيد ميلاد أختي وأنا اديتها تذكرة للملاهي المائية. الموضوع إن إحنا هنعمل ملاهي مائية في البيت. نانسي إحنا هنا، لكن فين حمام السباحة؟ أنا ممكن أشرح. إحنا هنبني ملاهي مائية بنفسنا. إحنا هنساعدك. أنا هشيل دي. إحنا محتاجين نغير تفكير كويس. جولي البرنيطة ممكن تستنى. شكراً يا بنات، أنا هجهز الأدوات. فيست للبنى، أنا كمان عندي واحد. أنتي مفيش فايدة فيكي. محتاجين نعمل تيك توك. إحنا محتاجين نفضي الأوضة. كل ما كان أسرع يكون أحسن. طيب، لكن الأول تيك توك. جولي أنتي خليتي الوضع أسوأ. إحنا معانا تقريباً كل حاجة. دلوقتي لنحرك الكنبة. هي تقيلة قوي. بابا. أيوة. الحاجات كلها راحت فين؟ إحنا بنحضر مفاجأة لجوزي، بنبني ملاهي مائية. ممكن تساعد؟ أكيد. استنوا، أنا هحركها. يو. وقت الأضراب. أتمنى إنها ما تتخدش. أنا نجحت. بابا الحيطة دي في طريقنا، يلا نحركها. ليه لأ؟ إحنا أقوى مع بعض. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، زقوا. أنا جبت دهان. الدهان ممل، الرأس مسلي. يلا نرسم نخل. ترا، شكلها مش زي النخل. كده أفضل، نمط استوائي. إزاي ممكن نحول الأوضة لغابة باستخدام ألوان السبراي؟ تابعوا القناة بتاعتي عشان تعرفوا. النخل محتاج ورق. شكله تمام. وسعي. كرسي حمام السباحة جاي. هو ليا؟ لا، ده ليا. مريح قوي. هاي، كرسي حمام السباحة ده مش بتاعك. أنا مش مهتمة. البنات بيتخانقوا.
أنا عارف إزاي أخلي الكل يتفق. بصوا معايا إيه؟ جوز هند حقيقي. تلاتة كفاية للكل. واحد ليا وأنا، وواحد لجولي. واو، إزاي أفتحها؟ جوز الهند منعش جدا. ده صح، هو ده شبح ولا إيه؟ مفاجأة، أنا جبت حمام سباحة رائع، لكن إزاي بيتنفخ؟ مفيش فايدة. أنا عملت شاي، ده بيغلي، أنا هنفخ فيه وأخليه يبرد. واو يا بابا، إحنا محتاجين مساعدتك أرجوك. طيب، واحد اتنين، واحد اتنين، ده أدى الغرض. لكن إزاي هنملى حمام السباحة مية؟ فكري فكري، أنا ما عنديش فكرة. وبس، فين النار؟ ما كانش قصدنا، إحنا محتاجينك تملى حمام السباحة بتاعنا مية أرجوك. طيب افتح المية. هي دلوقتي بقى عندنا مية، شكرا. أي وقت، لكن لازم تدفعوا الغرامة على أي حال. دول كل اللي معانا، باي. طيب ايه اللي بعد كده؟ انا عارفة، تعالوا معايا. كل ملاهي مائية بتكون محتاجة زحليقة، دي بتقع. طبعا احنا محتاجين نبني منصة، بعمل شوية حسابات ودلوقتي ممكن نبنيها. وبس، اسفة، انا لقيت مفك. يلا نوصل لوح الخشب، مش عارفة اوصله، احنا محتاجين نقلبه. اهو، افضل بكتير. نجحنا. استني، احنا محتاجين ندهنه الاول. يا ترى كل مع فرش، ابتدوا شغل. آخر لمسة، في حاجة غلط. أنا عارفة، العشب الأخضر هو اللي إحنا محتاجينه. وزينة للزحليقة، جميلة مش كده؟ أنا هساعد. هو ده الكلام. دلوقتي ممكن نستخدم الزحليقة ونلبس المايوهات بتاعتنا. أنا هكون أول واحدة تتزحلق. لا، أنا مش عايزة أكون آخر واحدة. وبس، بنات بصوا، مش مسموح النزول على الزحليقة. أنا عندي فكرة، يلا نعمل خدعة في بابا. أنا مش عارفة، هتكون مسلية. حمام سباحة، قرش، وبابا، ده هيكون هايل. في قرش في حمام السباحة. إيه؟ دي زعنفة لوحدها؟ اجري. وبس، انتي والهزار الساذج بتاعك. وقت ان احنا نرتاح في حمام السباحة، لكن الجو حر قوي، الحرارة لا تطاق. انتوا عاملين ايه؟ حر؟ ايوة، ممكن نحتاج شوية مساعدة. طيب انا هساعدكم، انا هعمل بار في الملاهي المائية. البار تمام. الأرفف في مكانها، أنا هسمي البار اركب الموج. أوه يا، وهحول السيرفو بورد لمنيو.
دلوقتي احنا محتاجين بس نضيف شوية زينة. وعامل البنا هيتغير بباركتندر. البار اتفتح. ممكن تعمل موخيتو؟ احنا عندنا ليمون. ها عندك عصير؟ اوه النهاردة عندنا ليمون ليمون وليمون. انا هاخد ليمون. اختيار هي. هيجي على طول. انا هكون سريع. في حاجة ناقصة. ده صحيح، احنا محتاجين زينة اكتر. هو افضل زينة للملاهي المائية هي مخلوقات البحر اللطيفة. كله تمام. الواح السباحة هتكون هنا. واو انتي نسيتي الكورة. حمام سباحة واحد مش هيكفينا كلنا. عندي فكرة. الو ده دليفري؟ الدليفري وصل. اوبسي. الطلب بتاعك. شكرا. ده مش ببلاش. انا ما عنديش فلوس كفاية. انا لازم هبيع السماعات بتاعتي. شكرا على الطلب بتاعك. اي حاجة علشان اختي. عندنا حمام سباحة تاني. ايوة. احنا محتاجين بابا. واحد اتنين. بس كده. بابا انت الافضل. يلا نملى حمام السباحة بالكور. الليمون كويس لكن مش ساعة قوي. بابا احنا محتاجين تلج. اكيد امسكوا شوية لينا. طبعا. ممكن تلج اكتر؟ ايوه ممكن. انهيار تلجي. وبس. مين طلب فراخ مجمدة؟ اوه انا هطبخها على العشاء. واو انا مش مصدقه. مفاجاه. المكان ده رائع. افضل من الملاهي المائيه الحقيقيه. الشمس مش كفايه. مين كان عايز شمس اكتر؟ واو شكرا. ملاهي مائيه في البيت. ايه احسن من كده؟ اذا كان الشباب دول قدروا يبنوا ملاهي مائيه في بيت انا كمان ممكن اعملها. جيد انتي خوفتيني. انا حبيت فكرتك يا بابا لكن ما نقدرش نعملها لوحدنا. نانسي تعالي هنعمل ملاهي مائيه. واو ده كان سريع. انا عندي المخطط. فعلا الاول هنحرك الكنبه. فكره كويسه. حركي شدي. مستحيل نحرك الكنبة دي بأي شكل. اتحركوا. أنا هحركها. بالشكل ده. أوه لا دي لسه في مكانها. مش ممكن نتخلص منها. أنا عندي فكرة. صورة الكنبة؟ بالظبط. وهنتخلص منها بالأستيكة. بادا بينج. مفيش كنبة. دوات الرسم. هنشيل الأرفف والدولاب. خلاص الأوضة دلوقتي فاضية. إيه؟ إزاي؟ مش معقول. وريني تاني. عايز أتعلم. زي كده. أنا كمان عايز أحاول. واو مش جامد قوي كده. اوبس انا بلغت شويه. او لا حفره. انت عملت حفره في الحيطه. هصلحها. هغطيها. واو هرسم جوز الهند على الحيطه. علشان يكون شكلها حقيقي. خلاص بتعملي ايه؟
أنا رسمت جوز الهند وهتكبر وهتكون شجرة نخيل، إحنا بس هنستناها. هي بتتكلم جد؟ أنا أفضل أرسم شجرة نخيل. بالشكل ده. واو. دي كبرت، مش قلتلك؟ إيه؟ مش معقول. ليه لأ؟ أنا معايا سكيتلز. أوه لأ، الكندي بتاعتي، أنا وقعتهم. أرجوكي بلاش تعيطي. إيه ده؟ جيد، شوفي. قوس ظهر من مطر الدموع. واو. كورة. أنا عندي فكرة، هنعمل خيوط في السقف ونعلق الكور. أو لأ، دول بيهاجموني. مفيش أجمل من الكور الكتير. هي جيد بتخطط لإيه؟ أنا هعمل إطار للزحليقة. هننشر هنا. رائع. ونلونها. محتاجة مساعدة هنا؟ أنا كويسة، لكن ممكن أستخدم مفك المسامير. أنا رائعة في البناء. شوفي، الموضوع مش صعب. نانسي، بابا، تعالوا هنا. شوفوا، أنا بنيت كل حاجة بنفسي. أوكي. هو مفكوك. أوبس، القطعة دي مش ضرورية. أنا عارفة أعمل إيه. ده وقت مفك المسامير. أنا هشرف على عملية البناء. أوبس. شوفي الصندوق. افتحيه. ده حمام سباحة. أنا عندي منفاخ. في حاجة غلط. المنفاخ هيروح سلة المهملات. هنفخه. أوه لأ، مش قادرة. إيه ده؟ بابا؟ لازم ننتهز الفرصة. أنا جرحت صباعي. ليه تضيع طاقتك؟ يلا ننفخ حمام السباحة. أوه أيوة، ده شغال. شكرا. دي إسعافات أولية. خلي بالك. شكرا يا حبيبتي. هملى حمام السباحة بالمية. قليل قوي، إزازة واحدة مش كفاية، محتاجين خرطوم. الحنفية اتصلحت، لكن لسه في مية جاي من مكان. بيت الجيران غرقان. بنات، انتوا مليتوا حمام السباحة؟ كويس. الأرض كلها متغطية بالمية. المخطط بيقول إن لازم يكون في هنا زحليقة. محتاجين نلاقي واحدة. بتبيعوا زحليقة؟ أكيد، الفلوس الأول. اتفضل.
دول مش كفاية. إيه؟ هديك اللابتوب بتاعي. أوه، ممكن تاخد الزحليقة. استنى، الباركود. شكراً على التسوق عندنا. هاي، خلصتها. نساعد شوية؟ فكرة مش حلوة. أنا نازل. أهو، أنا اتزنقت. محتاجين فردتين عوامات. فردتين يعني اتنين. هطلبهم من الإنترنت. كرة لطيفة. طلبك وصل. ليه العدد الكبير ده؟ أوبس، ما كانش قصدي. طيب يبقى أنتي اللي هتنفخيهم. عندي فكرة. اديني كل العوامات. اعملوا خيمة هايلة. رائع. انا كمان حبيتها. انا لقيت مخدات وبطانية. الأوضة السرية دي مدهشة. ده مكان هايل للراحة. هاي، ممكن أدخل هنا؟ لا، المكان مشغول. مش مهم، مكان الاستراحة بتاعي هيكون أفضل بكتير من مكانكم. خلاص خلصت. أو لا، ده مجرد جزء صغير. يوه، خلاص. هملح حوض السباحة بتاعي بالكور دي. شفتوا؟ هما فين؟ انتوا هنا فعلا؟ هاي، مش مشكلة، هقعد في الخيمة. كفاية، ده ممتع قوي. في حاجة ناقصة. أتمنى لو كان عندنا رمل. إيه اللي حصل؟ عايزين نبني قلعة رمل. مش مشكلة، الصندوق ده فيه كل حاجاتكم بتاعة الصيف. الملابس جيوبها مليانة رمل. السليبرز بالرمل. صندوق مليان رمل. اتفضلوا. واو، يلا نبني. مفيش رمل كفايه للقلعه. يلا نجيب كراسي حمام السباحه. هنحطهم هنا. هاي، ونضيف كمان زرع اخضر. المكان ده جاهز لحمامات الشمس. الشمس قويه قوي. بابا، أنا هنا ومعايا شمسية، لكن إزاي أثبتها؟ الشمسية مش نافعة. غمضوا عينيكوا بالشكل ده. إحنا نجحنا. أنا مش عاجبني الفكرة دي. التوأم رجعوا، استخبوا. طيب وانا؟ واو، ملاهي مائية كاملة في بيتنا. مفاجأة، احنا عملناها بنفسنا علشانكم. رائع، دي افضل ملاهي مائية. دي مليانة بحاجات رائعة.
وفي بيك كور. واو ها؟ واو شوفي البيت ده، وممكن ناخد حمام شمس زي الكبار هنا. شكرا ليكم كلكم، حتى الكبار بيتصرفوا زي الأطفال لما بيكونوا في ملاهي مائية.